فوجئ فريق تنظيف المكسيك بفار عملاق يساوي حجم سيارة صغيرة داخل نظام صرف صحي داخل المدينة قبل أن يتم فحصه ليكتشفوا أنه مستخدم في حفلات الهالوين. وتمكن الموظفون من استخراج 22 طن من المخلفات بالصرف الصحي في مكسيكو سيتي قبل أن يظهر فار عملاق عالق في المجاري. اكتشف لاحقا أن الفار غير حقيقي وأنه فقط مجسم عملاق يستخدم في حفلات الهالوين. وعقب اكتشاف الواقعة أعلنت سيدة تدعى إيفلين امتلاكها للمجسم مشيرة إلى أنها فقدته في أعقاب عاصفة قوية حدثت قبل أعوام.